دكتور محمد المهدي، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا استاذ شريف، اهلا بحضرتك. يعني مع الاسف الشديد ما هياش اول مره نسالك في حاجه زي دي مع الاسف يعني، بس المجتمعات فيها امراض كتير مع الاسف. انا عايز بس اسالك الاول، احنا ممكن قدامنا حل سيناريوهين، سيناريو ان البنت ما تبقاش عارفه او واخده بالها او فاهمه، وسيناريو انها تبقى فاهمه. نعرف ازاي ونتعامل معاها ازاي عشان برضو ست عبير تبقى سامعه لما ترجع البيت تتعامل مع بنتها ازاي؟ هي عمرها حوالي 5 سنوات، حسب سبع سنوات او سبعة وشوية يعني، ما تمتش 8. لا خلاص، يبقى كده هتبقى فاهمة. أيوة. ومن المفيد انها تبقى عارفة ايه اللي حصل، ومن المفيد انها نديها فرصة انها تتكلم وتحكي عن اللي حصل عشان تفرغ الشحنة الانفعالية اللي جواها، سواء كانت خوف او من المفيد ان احنا نفهمها ايه اللي حصل. بالظبط كده، علشان الحدث يدخل في الخريطة المعرفية بتاعتها بشكل مناسب وما يسيبش آثار طويلة المدى. ده بالعكس، ده في ناس ده اللي ممكن الناس تيجي في بديهتها على طول انه لا احنا نتعامل على انه خلاص كان حاجة كده تجربة ونحاول ننساها يعني. لا خلاص، اصل التجربة اللي حصلت وبتدخل في الوعي، فلو دخلت في الوعي من غير تنظيم جيد فبتدخل كأنها قطعة كده من صخرة أو كالكوعة كده، تدخل وتفضل عاملة قلق في الجهاز النفسي لسنوات طويلة. لكن لما بتدخل بشكل منتظم وتدخل بشكل منطقي وهي تفهم إيه اللي حصل ومداه إيه، وتطلع المشاعر طيب بتاعتها لصاحبة حدوث الحالة دي، بيبقى الأثار أقل بكتير. طيب معلش يعني، معلش اعذرني وانا بعتذر مقدما، دي ناس على قد حالها مش هتفهم كويس اللي حضرتك بتقوله. هل أيوة. هل اللي بيقوم بده الاهل، ولو هيقوموا بيقوموا بيه ازاي، ولا اللي بيقوم بده متخصص؟ جزء هيقوم بيه الاهل وجزء هيقوم بيه المتخصص. الاهل اللي هيتيحوا لها الفرصه انها تعبر عن مشاعرها ساعه الحدث وتحكي لهم من غير ما تبقى خايفه منهم او مرعوبه منهم. هي الست عبير دلوقتي بتقول انها لما سالتها قالت لها اللي حصل. كويس. طب يسمعوا بتفهم وتعاطف. ايوه. وما يخوفوهاش ولا يهددوها باي عقوبات، او طب انت ليه رحتي ليه؟ طب انت كنت فين؟ طب انت مشيتي في الحته دي ليه؟ ما يبقاش في اي حاجه من دي. ويساعدوها انها تتكلم في تفاصيل الحاله وتطلع كل المشاعر المصاحبه للي حصل. المتخصص بقى هيعمل حاجه، بيعمل لها عمليه تاهيل علشان ما الحادثه دي ما تسيبش اثر، لانه بيحصل صدمه نفسيه ساعه الحدث. وبعدين بعد الحدث بشهر او اكتر بيحصل حاجه اسمها كرب ما بعد الصدمه. يبقى بتستدعي الحدث ده في مخيلتها وتستدعيها حتى في الاحلام، ويحصل نوع من التوتر في الجهاز العصبي مع هذا الاستدعاء، وممكن ده يستمر عدة شهور، اسمه كرب ما بعد الصدمة. فالتأهيل النفسي يمنع حدوث كرب ما بعد الصدمة ده. ممكن أطلب منك مباشرة إنك تساعدني؟ حضرتك هتطلبه يا أستاذ شريف من قبل ما تطلبه، تجيلي تنورني. ربنا يخليك، شكرا جزيلا. اللازم إن شاء الله. إحنا هنوصل ما بينك وما بين العيلة، وبشكرك شكرا جزيلا يعني للوقت اللي هتخصصه. العفو، بإذن الله.